كابتن وليد صلاح الدين واحد من اللي عاشوا مثل هذه اللحظات، تحدث عن تجربة فريق الشباب قدام الإسماعيلي. نشوفه. كاس الرابطة مهم جدا، بطولة مهمة جدا، كل نادي داخلها ماتش الاهلي والاسماعيلي الولاد هايلين، يعني النادي الاهلي كله مكاسب، كله مكاسب ما شاء الله. زياد طارق هايل، احمد سيد غريب، مغربي هايل، كل لعيبه فخري هايل، مغربي كويس قوي، هايل غريب. مصطفى شوبير مأدي بشكل كويس جدا. انا فوجئت بيه انه بيلعب برجله كويس قوي. لا مصطفى عنده ثقه كبيره كابتن وهادي، كابتن الولاد كلهم. ده زياد ده يعني بارد يعني، خد بالك. مستر موسيماني، وانا هنا بس بشكر خالد بيبو، كابتن خالد بيبو قطاع الناشئين في النادي الاهلي. خالد بيبو عمل طفره بصراحه، ما شاء الله، بيمتلك عدد من المواهب. ومستر موسيماني بشكره لانه هو نزل قطاع الناشئين من شهرين ثلاثه وقعد مع الكابتن خالد بيبو واتفرج على الاولاد دول وشد منهم عدد كبير اتمرن معاه. فيعني وده دور المدير الفني، حاجه كويسه جدا. بص التجربه رائعه، لكن لما يقول لك ان مستر موسيماني من 3 شهور نزل لقطاع الناشئين يبقى الراجل ده بيسبق الازمات، الراجل ده عنده مشروع، الراجل ده عايز يعمل حاجه، عايز يشوف بعينيه وعايز ينقي وعايز يدي فرص وعايز يضيف. هو طبعا هو مش بيحصر الكابتن وليد، لكن انا محمد خليفه نصير اللي جاله كورونا ده مدافع رائع وقوي وعمل الماتشات مع مغربي بطريقه مغربي كمان مغربي يعني في ريحه كده، في نضج في كورته مبكر في كورته يعني. لكن دي لعيبه لا تطمنك انك انت يمكن قدام شويه ما تقعدش تبص يمين وشمال بقى. عندك في قطاع الناشئين ثروات هايله جدا. لكن أنا عايز أقول أهمية البطولة دي وأهمية الماتشين دول وأهمية ثقة مستر موسيماني، إن بعد الماتش الأولاني ما راحش بقى إيه قعد ناس وكمل بال، لا خده برضه وبكرة هيعمل كده. هو كرس فيهم حاجة مهمة جدا، هما طبعا مؤكد عندهم روح الفانيلا بس إيه بشكل إيه اللي سمعوه ما عاشوش التجربة. صحيح. لكن لما عاشوا التجربة كلهم بيطلعوا يتكلموا ويقولوا ايه دلوقتي؟ احنا اتربينا على خلاص بقت ثقافتهم، مش محتاج تقول لهم كلمه. ايوه. الثقافه دي هينقلوها لكل حد بيتعاملوا معاه بعد كده. صحيح. من زمايلهم او الاصغر منهم. وهكذا تكون التجارب الناجحه اهميه ما وراء البطولات والفلسفه دي، فلسفه ان انا ألحق بسرعة أشربهم يعني إيه النادي الأهلي بس بشكل راسخ بقى. وعشان كده الصديق العزيز سيف زاهر وجه التحية لمين؟ نشوف. مباراة الإسماعيلي والأهلي هي مباراة في الرابطة. الإسماعيلي بيلعب بكل نجومه والنادي الأهلي بيلعب بقاعدة ناشئين. مخاطرة كبيرة جدا لإدارة الأهلي وموسيماني لأن بيلعب نادي الإسماعيلي، ممكن نتيجة تبقى لا قدر الله تقيلة، محدش هيفتكر بقى إن دي ناشئين. وهتشيل ليله وفاتوره كبيره. نجح موسيماني واداره الاهلي ان يعدوا بالمباراه وبقطاع الناشئين. لعيبه النادي الاسماعيلي كان ممكن يخلصوا المباراه، جابوا هدف وخلاص خلصت القصه على كده، وريمونتادا لناشئين الاهلي وشغالين ماسكين محجرين في المباراه. التحيه هنا مش تحيه مباراه، يعني مش تحيه الاهلي والاسماعيلي، لا احنا بنشيد بالتجربه، تجربه الاهلي. بنشيد بروح الناشئين اللي ناخد منهم درس. بلاس 90 دي ما بقتش بتاعت عماد متعب، ما بقتش بتاعت اي لعيب في النادي الاهلي، لا دي بقت بتاعت النادي الاهلي نفسه، سيستم النادي الاهلي اللي بيربي النشأ والولاد على البلاس 90. انت محجر في المباراه لاخر ثانيه، شباب لازم نرفع لهم القبعه، تجربه رائعه لازم نحييها. طيب عشان ما نقعدش ايه نكرر نفس الكلام، اي حد منصف هيشوف ان هذه التجربه، حتى احنا عندنا ماتش بكره مع المقاولين ايا كانت النتيجه، احنا بنتكلم على التجربه مش على النتائج، مش عايزين راينا يبقى محمل مربوط بالنتيجه من واقع النتيجه. لكن طبعا لو عملت النتائج اللي احنا عايزينها يبقى جابت لنا نتائج
ايضا الحسنيين. يعني انت لما لعبت في 85 بالناشئين رسخت المبدا التربوي وكسبت البطوله. عملت ايه؟ بيفكرني بموسوماني. ليه بقى؟ انت كسبت الزمالك، عندك بعد كده سكتك اظن الترسانه والمحله. لو كسبت كان في اتجاه بقى، طب ما العب بالفرق ابدا. كمل. دخل عليهم شوبير بس. وكملنا بالناشئين وخدنا الكاس بالناشئين. سيف زاهر بيقول لك براس 90 ما بقتش كانت بتاعه عماد متعب بس اللي جابت الكونفدراليه، او اللي ياما رجل عماد ودماغ عماد جابت بطولات في بلاس 90. طب هو عماد نفسه لما يبقى معاه الكابتن محمد فضل والكابتن سيف زاهر يبقوا شايفين سر البلاس 90 فين؟ نشوف ماتش الاهلي والصفاقس هناك بتاع جونا ابو تريكا. انا كنت في الملعب والله. كنت رايح اتفرج. يعني مسافرين مجموعه اصحاب كده وقاعدين في المدرجات بنتفرج. الماتش خلاص فاضل دقيقتين، فالجمهور التونسي ابتدى يحتفل، لا يطلع علب شوكولاته. فاحنا خدنا الشوكولاته والشوكولاته عاملينها لونها احمر، فاخدين الشوكولاته بس مفيش بقى يعني مفيش نفس ناكلها، كله بياخد الشوكولاته وبتاع. خمس دقايق الجون جه. المباراه دي في الملعب عشان اجواءها من حضرتك اتكلمت فيها، احنا كلنا في الملعب عندنا وكان احنا هنكسب. معقوله؟ مع انك بتلعب الصفاقسي وخسران والاستاد. لا لا الاستاد كان اول مره يتلعب في استاد رادس. كان اول مره يتلعب في استاد رادس بقى وش السعد على النادي خلاص. والله العظيم يا كابتن الاستاد متقفل ومستحيل. يعني الصفاقس كان عامل المباراه جيده واحنا كويسين، لكن احنا في الملعب هنكسب. هنكسب دلوقتي حتى تفاصيل الكوره كمان غريبه. يعني الجون ده غريب. يعني انا طلعت مع اطول، كانت في واحده حلوه قوي لفلافيو في العرض وفي واحده في العرض. انا طلعت مع اطول واحد خدتها مش عارف ازاي. فلافيو طلع بعد كده لمسها، ولا ابو تريكا انه ياخد الكره انه يلعبها بشماله ده مستحيل. يعني هو لو رجع بيه الزمن 100 مره مش هياخد الكره، هيستلم ويعدل على يمين. صحيح. الاتحاد الليبي بس عشان في تجربه. 3-0 3-0 3-0 احنا مغلوبين في ليبيا 2-0. الماتش ده الاستاد مقفول واحنا نازلين، فالماتش ده احنا مغلوبين 2-0 في ليبيا. ف واحنا نازلين هو خلاص التشكيل بان، احنا موجودين الماتش هيتلعب فنازلين. اول ما نزلت انا ما كنتش شفت الجمهور، فشفنا الجمهور كلنا واحنا نازلين. والله العظيم كلنا كلاعيبه يا رب النهارده 3-0. فالشوط الاولاني خلص 0-0 وكان الجمهور بيزوم جامد جدا، ان انت فرص غير طبيعيه على خط الجون بتضيع. بس احنا على يقين ان هنكسب 3. فعماد جاب الاولاني، انا جبت الثاني، الناس كلها خلاص اكسترا تايم او ضربه جزاء. لا احنا على يقين ان هيجي جول. وبص جلبرتو من بره كان بيعمل ازاي، كان بيسخن وقاعد بيجيب الكره بسرعه. هو ده روح النادي واللعيبه كلها. فدي حاجه مش مكتسبه، دي حاجه موروثه. الامثله كتيره. طب والماتش اللي اتفرجنا عليه في البيت عندي في الجنينه بتاع الكاس بتاع 4-3 سما ده مرتين مرتين سما حسني مرتين في الدقائق الاخيره من الوقت الاصلي. وابو تريكا يجيب الجول وبعدين تلعب وقت اضافي تتاخر ويرجع يعني لا صعب قوي، صعب قوي. وفيها ذكريات كتيره قوي خلت الكابتن وليد صلاح الدين يقول لك مع الاهلي وبلاس 90 مش هتقدر تغمض عينيك. نشوف. انت الكابتن الخطيب لبسك التيشيرت بتاعه مش كده برضو؟ كان متابعك انت في قطاع الناشئين. كان في نظام في النادي الاهلي، عارف حضرتك ملعب مختار التتش ده كان فريق اول وناشئين، فكان دايما الفريق الاول التدريب بتاعه الساعه 3 واحنا تمريننا الساعه 1 بعد صلاه الجمعه. فالفريق الاول كله بيقعد يتفرج على الناشئين ماتشاتنا، فكل الفريق الاول عارفنا، فاحنا مرعوبين ان الفريق الاول بيتفرج علينا والاستاد كله متقفل المدرج مختار التتش. فكانت اجواء رائعه. كابتن الخطيب فعلا وهو بيحضر لماتش اعتزاله قال لي انا السؤال بقى هو مش ده السؤال. السؤال لو انت بتلعب النهارده وعلى وشك الاعتزال تدي التيشيرت بتاعك لمين؟ ادي التيشيرت قولا واحدا على طول لاحمد عبد القادر. بنى الفريق ده اتبنى حلو قوي بس لسه في مرحله اخيره التشطيب. اللي هي برافو عليك التشطيب اللي هي مواهب صغيره في السن زي احمد عبد القادر زي عمار حمدي بالزبط. يرجع لنا محمد عبد المنعم السردباك، يرجع لنا كام لعيب محمد محمود ربنا يكرمه بعد الاصابه. في مواهب مصطفى معينه. مصطفى شوبير يبقى حارس مرمى مصطفى شوبير يا اخي الله. اسمع الافيه ده بس حلو. احنا كان يوميها عندنا تدريب اسمه قاتله الرجال مع كابتن ابراهيم عبد الصمد. عندنا ماتش الزمالك بعديها بيومين،
فميتين ثلاث ساعات تمرين موت. قلت له يا كابتن ابراهيم ده انا رايح اعتزال ماتش الكابتن خطيب وهلعب. قال لي ماليش دعوه احنا عندنا الزمالك. فخلصت فبقيت مش قادر، ركبت اتوبيس اللعيبه بتاعكم ورحت مش شايف. فانا نازل بص مش قادر. فالكابتن الخطيب هو قال لي يا ابني مين اللي بيعتزل انا والله. طيب الكلام بيؤكد بعضه. الكلام بيقول ان احنا ده موروث. موروث بنتربى ازاي؟ وانا عايز بس يعني تعديل خصين انا. مساله ان انا قاعد وانا متاكد ان هجيب جون، انا قاعد وانا متوقع ان لو جبت جون مش غريبه. انا بصلح بقى الشعور انا. يعني انا ارى ان ما بفقدش الامل بس مش بالضروره ان كل مره هتجيب جون في الدقيقه 90. لكن لو جبت جون اقول ايوه كده هو ده، هو ده الصح، وده اللي يخليك باستمرار تشعر النادي الاهلي ما بيرميش الفوطه، تتوقع انه يحصل حاجه، لان برضو في التوفيق مهم. اللي بي عندك التوفيق طول الوقت ده ساعات بتخاف من عدم التوفيق، لكن ما بتخافش من محاولتك انك انت تسعى ان تكون موفق. الموضوع يخصك بقى، ما انت لو خليت عدم التوفيق يحبطك او تستسلم او تدلدل او تكسل. يعني اقول لك حاجه، حسام حسن مش في احسن حالاته وبيجتهد انه يسترد فورمته. تعال شوف الكوره اللي جيري جاب منها ضربه اللي جت منها ضربه الجزاء دي، كوره ميته تقريبا. كوره ميته تقريبا، يعني رايحه في اتجاه الجون، والجون تقريبا اقرب لها. لكن السبرنت اللي اتعمل بالقوه دي بالاصرار ده وتدخل ويزقها قبليه خلى الجون ارتبك ورمى نفسه على رجله. فنام على رجله فجت ضربه جزاء. هو ده اللي انا قصدي عليه، بتاخد ما عندك احساس ربما تكون دي ارادتك لاخر لحظه. كان ممكن يوقف، ما حدش هياخد باله خالص ويقول لك الكره دي يعني وقف ليه ميت. ابدا. خلاص انت يعني، هو ده اللي عايز اقوله، هذا الاصرار اللي مش موجود يعني بالشكل اللي موجود فيه في النادي الاهلي.